شما نهض الحقيقة. أنا عشت حر ونهض الحقيقة. أنا بالنسبة لي أنا أحسن لاعب عربي وفي تاريخ العرب هو محمد صلاح اللاعب المصري، هذه صراحة وأقولها بكل ثقة، أحسن لاعب هو محمد صلاح اللاعب المصري، لأنه ببساطة تألق وقاد ليفربول لعدة بطولات ومستواه ثابت لتقريب 10 مواسم، هذه الحقيقة، لأنه زاحم الكبار، زاحم ميسي في وقته، زاحم كريستيانو في وقته، وترشح كم من مرة وصل حتى البوديوم، حتى الأحسن 3 لاعبين في العالم، هذه حقيقة، هذه نهضر الحقيقة. أنا انتميت محر صح لاعب كبير ولاعب توج ببطولات، لكن أنا بالنسبة لي أنايا وبالنسبة لي الكثير، مش بالنسبة لي أنايا خاصة، يعرفوا كرة القدم راح يقول لك محمد صلاح أحسن لاعب عربي على مر التاريخ. لي أنا رياض محرز. رياض محرز هو أحسن دا شامبيونز ليغ، مادي شامبيونا مع سيتي مع ليستر، يعني عنده 5 بطولات اللي خداها رياض محرز. انا لي انا يا خويا رياض محرز هو سيلميور جوار. انا لي بكري خلا كنت نحب محمود الخطيب تاع مصر، نحب طارق دياب، تيمومي، بودربالا، خلينا من تاعنا، احنا تاعنا ما نهضروش عليهم، كاين دحلب، كاين ماجر، كاين حصاد، كاين ياسر، كاين بزاف، كان حتى لاعبين من نسيت اساميهم، كانوا لاعبين كبار من العراق، احمد هاني ولا حاجه كيما مزياني، كان واحد انقرون جوار تاني من العراق كان مليح، كاين تاع المغرب، كاين تونس، قلت لك تونس تاني، كاينين ليبيا وعندها تاني لاعبين كبار، راك تعرف هذم البلدان هذم العربيه كل عندهم موهبات، ما كاين فورماسيون مكري مش عادل كان هذم كله، والله صعيبه نختار دحلب دحلب سيتو لو برانس دي بارك دي برانس، كان هو لو برانس تاع لو بارك دي برانس. اي دوماج دحلب في وقته ما كانش في الفوتبول مديفلوب، سينو سيتي ان جوار كيفو شيبا انايا سمتو كيما كريستيانو درك ولا ميسي ولا، سيتي ان غران جوار. لو ريكور تاعو تاع لي بيت صافي بالونتو من لي باتاوا لي دانيال زاني ملي جا كافاني وجا ابراهيموفيتش وديك باه بطاو لو ريكور تاعو، جو بونس ميم با باوليت بطا لو ريكور تاعو جو بونس. تاريخ رابح 11 لانه اربح الشامبيونز ليغ هدف بالكعب. رياض محرز. والله حاليا مالغري يعني مازال ما اعتزلش، مازالوا ما اعتزلوش، هي الدور ما بين محمد صلاح ورياض محرز. بالطبع ميل ميول من حيث الارقام ومن حيث البطولات هو رياض محرز، ومن حيث الافيكاسيتي والاهداف الكثيره وكذا هو صلاح. صلاح راهو افيكاس في الديزويت، ولكن رياض محرز من حيث الالقاب ومن حيث التكنيك يبقى رياض محرز يعني من بين الاحسن في التاريخ ان شاء الله. العربيه نورمالمون كاين رياض محرز. كما تقولوا انتم التوانسه كوارجي، كما قالهم بيب غوارديولا، محرز مش لازم ينطريني ولا دخلوا التيران يعرف يلعب بالا. كاين صلاح وي ستاتيستيك، كاين صلاح يلعب بالواح باللومي، قالوا لنا اللي قبلنا الجينيراسيون اللي قبلنا قالوا لنا باللومي وسي حاجه واحده اخرى، مي احنا شفنا محرز، ومحرز دا شامبيونات تاع الانجليز ب سون افكتيف، تقدر تقول سون افكتيف، لعبوا كاين 3 جوار ولا 4 جوار، لعب مليح درك مع غوارديولا، دا 3 تيتر، دا تريبلي، كي تشوف لي ستاتيستيك كاين هالاند مكلاسي الاول، يجي وراه دوزيام رياض محرز مع جوليان الفاريز، مالغري ما لعبش ياسر رياض محرز مش كيما هالاند. كي تشوف تسمى رياض محرز عنده في التيران، لي ستاتيستيك تاعو تعطيه الكره 87% حطوه في لا ليغ دي شامبيون ما راحتلوش الكره من رجله 87%، تسمى وصل لي طاب تاع ميسي بار اكزومبل، وصل لها لي طاب تاع ميسي، ميسي 92 محرز 87، مش حاجه كبيره مالغري ميسي ومدي 7 بالون دور. مي محرز باسكو جوار الجيريان جوار افريكان، سينو يعطيو حتى نورمالمون بالون دور العام هذا. دوك يمدوها لهالاند باسكو عليه لي ستاتيستيك ويحطوا هالاند باسكو ماركا ياسر، هالاند حطوا اون بوينت يلعب
يماركي سيتو ويلعب لي ماتش كل محرز مير جوار بورنو مش بالعاطفة ولا بلا عاطفة بلا والو محرز محرز مير جوار في العرب كل يجي محرز هو الأول في الكلاسمان ومن بعد بلا عاطفة ومن بعد يجي محمد صلاح مالغري لي ستاتيستيك تاع محمد صلاح ياسر وشي هو كي تشوفوا في اللاعب أكثر من محرز صلاح لاعب ياسر أكثر من محرز باسكو كلوب عول عليه ياسر 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 باع ماني عجل صلاح ما خلاش ماني خسر ماني عجل صلاح حكمه تما كي تجي تشوف محرز دي تريبلي وهو أول لاعب عربي دي تريبلي مالغري ما لعبش لي دو فينال مي في لا في كاب هو البيتر هو الباسير مير باسير مير بيتر في لا في كاب مالغري ما لعبش فينال فينال ليغ دي شامبيون ما لعبوش مالغري عنده حتى هو لي باس ديسيزيف وعنده لي بيت اون جينيرال محرز هو الاول ومن بعد صلاح وهذه الفعل كان الحارس عتوقة كان طارق دياب ممتازين تاع العرب احنا عندنا الجزائري عندنا ماجر عندنا بلومي وعندنا شحاطة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.